السلام عليكم، معكم الأستاذة ليلى السلطان من نادي الرياضيات للتدريب على مقياس موهبة للمستوى الأول، ومعانا الطالب الموهوب الرائع فارس. راح يبدأ معانا في الاستدلال العلمي والميكانيكي ويقرأ لنا السؤال الأول. يلا يا كم فارس، عدد الخطوط في الشكل التالي؟ كم عدد الخطوط في الشكل التالي؟ يلا نعد مع بعض، نعد مع بعض يا فارس. ايه، يلا، واحد، هذه واحد، طيب، وهذه اثنين، اثنين، طيب، واللي بعده ثلاثة، ثلاثة، واللي بعده أربعة، أربعة، واللي بعده خمسة، خمسة، ممتاز. طيب، خمسة، وهذا ستة، ستة، ممتاز. طيب، وهذا سبعة، سبعة. طيب، وهذا هنا ثمانية، ثمانية. في بقية خطوط ما حسبناها. فارس، ثمانية، ممتاز، الإجابة كان ثمانية خطوط. كم؟ ثمانية خطوة. ممتاز، ثمانية خطوة. طيب، نجي هنا للمربعات. يلا يا سلطان، افتح المايك يا سلطان. نعم، يلا حبيبي، نقرأ السؤال، نبغى نعد الأشكال اللي عندنا هنا، أشكال المثلثات. واحد، واحد، ممتاز. وهذه هنا اثنين، ثلاثة، وهنا ثلاثة. طيب، أربعة، وهنا أربعة، خمسة، وهنا خمسة. بعد هذا المثلث الكامل، هذا ما حسبناه كله، صح؟ ايوه، ما صح؟ حسبنا. هذا ستة، ستة. طيب، وبعد سبعة، وهذا كله كامل سبعة، سبعة، ممتاز. ثمانية، وين الثمانية؟ الثلاثة، خلاص حسبناه الثلاثة، سبعة، خلاص الإجابة سبعة. صح؟ إجابة سبعة، ألف. ألف، ممتاز، شكرا يا سلطان، الإجابة ألف. طيب، يلا يا حسين، يلا يا حسين، يلا يا حسين، نبغى نعد الدوائر هنا. واحد، هذه عندنا دائرة، ممتاز، هذه واحد، اثنين، وهذه اثنين، ثلاثة، وهذه ثلاثة، وهذه أربعة، أربعة، ممتاز. الإجابة كم دائرة؟ أربعة. أربعة، بطل، برافو عليك. يلا اللي بعده، كم عدد المستطيلات في الشكل التالي؟ كتبوا لي في الشات أشوف. يلا نشوف، أسرع أسرع من يكتب على الشات. كم عدد المستطيلات في الشكل؟ لوجين، لوجين، فتح المايك يا لوجين، أنت ما شاركت من ساعة معانا. يلا
نفتح لوجين نفتح الماي. نعم. يلا حبيبتي نقرأ السؤال. كم عدد المستطيلات في الشكل التالي؟ ممتاز، قراءة جميلة. كم عدد المستطيلات في الشكل التالي؟ يلا نعد. نعد؟ يلا. هذا كم؟ واحد. هذا واحد، وهذا؟ اثنين. اثنين، وهذا؟ ثلاثة. ثلاثة، وهذا؟ أربعة. أربعة، ممتاز. وهذا؟ نسوي بلون مختلف. طيب وهذا كله كامل هنا؟ كم يصير؟ ستة. لا احنا حسبنا أربعة، وهذا كم الحين يصير؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهذا كم؟ أربعة. وبعد الأربعة؟ خمسة. خمسة، ممتاز. طيب وبعد خمسة وهذا كامل؟ كم يصير؟ يصير تسعة. احنا حسبنا خمسة، بعد خمسة كم؟ ستة. لجين؟ لجين؟ نعم. بعد الخمسة كم؟ ستة. ستة، ممتاز. بعد الخمسة ستة. طيب وبعد عندنا هذا هنا، هذا كامل هنا، كم يصير مستطيل؟ عشرة. لا ستة، وبعد الستة كم؟ سبعة. سبعة، ممتاز. طيب والآن هذا كله كامل، كل المستطيل هذا كامل، احنا ما حسبناه الشكل كامل، كم يكون الناتج؟ ثمانية. لجين؟ نعم. كم يكون؟ ما نكتب حبيبي على الشات، كم يكون؟ سبعة. لا احنا حسبنا سبعة. ثمانية. حسبناها السبعة، ممتاز. ثمانية، وبعد بقى عندنا هذا المستطيل. عشرة. بعد الثمانية هنا لجين، هذا المستطيل هذا كم يصير بعد الثمانية؟ تسعة. تسعة، ممتاز. فالإجابة إيش؟ إجابة جيم. جيم، ممتازة، رائع، شكرا. طيب ننتقل للقسم التالي. أوكي. أيضا ننهي هذا التسجيل أستاذة بعد. أوكي.